حياكم الله مشاهدي قناة زاغروس الفضائية وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمة زاغروس. عادة بأوقات الصباح ناخذكم بجولات بمختلف الأسواق العراقية. احنا حاليا في سوق شارع النهر، ولكن هذه القيصرية اللي هي ما أعرف اسمها مشهورين بصناعة العبي العربية، الستايل العربي الخاص بنا العراقي اللي يتكون من يعني هذه العباء العربية وهذه التفاصيل. طبعا مثل ما تشوفون يعني منطقة شارع النهر أو سوق شارع النهر سوق جدا كبير، يلجؤون إلى كثير من الناس اليوم، وأيضا خصوصا التجار كونهم يلقون بكل التجهيزات الخاصة بالمحال التجارية. طبعا خلي نشوف عمو قاعد يسوي. حياكم الله، شلونك عمو؟ أبا سعد شلونك؟ صح حياك الله، خلي أقعد يمك. شلونك؟ الله يسلمك، شلونكم؟ الله يخليك. هلا أنت شو تسوي؟ خياط ريافه. ريافه اللي هي يعني تصليح الملابس، يعني مشقوقه منها عرفتي، بدنا نسويها الريافه. زين ها شلون تصير؟ هاي اطلع خيط من عنده عرفتي يعني على نفس اللون، هاي يعني ريافه شلون ناعمه ناعمه، اضربها منه وبعدين بالاوتي عرفتي حتى تستعد ترجع كانه ماما. صار لك ايش قد بهاي؟ والله من ال 63. ها يعني ما شاء الله. ان شاء الله. اي والله. شلون تشوف هالفتره السوق، الاقبال على هذه المهنه؟ والله هي هاي تقريبا راح تموت. شنو روح نموت هيا هي هم تموت. لا ان شاء الله العمر الطويل. اي لو شنو ما تطلع يوميتك. ما تطلع يوميتك، زين؟ تقعد من الصبح لحد تعزيل حصل لك 8000 10000. زين مال جيتك روحتك اكلك شربك كذا هاي ما يكفي. بس انت شنو تعودت عليها ما تقدر بعد تعوفها. الانسان صاحب المهنه صعب انه يعوف مهنته. يعوف مهنته، وعندنا معامل الناس تجي من تتعلم من مكانات بعيده عرفت؟ وعلينا عده قاط مثلا جديد ماخذ له بثلاث اوراق اربع اوراق، هم على مود قرض صغير يذبه ما يذبه. زين انتم هذه اخذتوها المهنه ابا عن جد؟ من والدي الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم والديك ان شاء الله. اي الله يبارك. زين الله يخليك في دول قلبك، يعني البركه بيكم انتم الناس الطيبين. زين لو ردنا نحكي على هذا السوق، صار لك هواي هنا أنا موجود بهذا السوق؟ والله قلت لك من 63 هنا بنفس المكان. بنفس المكان عرفتي؟ اي أيوة والله. وكان سوق قبل سوق يعني اجانب عرفتي؟ حركه وشغل وواهس عرفتي؟ حتى تجي تنتعش هيك. والله بالله زين هسه تنقبض هالاحداث هاي كورونا هيابا وما ادري شلون وهذه احضر هيابا زين من تسمع هي الشغلات ما ترتاح وانت تقول هسه بالله عمرك راح انتهى، لكن هاي الناس الجايه هاي الناس جايه لقيتها شلون فلشة لازم تعمر زين. الحمد لله والشكر، يعني في دول عينك انتوا اهل الاصيل اهل الطيب. زين اعتماد البلد كله على اليمن على الشباب الواعي اللي عنده ضمير. والله واذا ما عنده ضمير وما عرفتي هذا منتهي، هم ذولا ما شاء الله راحوا وانتهوا قام يكرف شر البليه ما يضحك. نعم طيب عمو نرجع لهذه المهنه، قل لي شنو الاشياء الاساسيه اللي ممكن انت تحتاجها بهذه المهنه؟ والله بهاي المهنه احتاج مثلا ابره ناعمه عرفتي هاي ما نمنم انتم تسموها طبعا هاي عيني، ومقاص وهاي الخشبه والاوتي وخيوط هم عندك مثلا خياطات هاي من مرات يعني شلون منطلع الخيط من البنطلون نفسه قديم هايابه يطلع شلون ما يتوالم ويا المنطقه ويا هاي الوصله عرفت شو تسوي انت؟ تجانسها من ناجيب تخبط خبطه شلون هاي تطلع شويه مضبوطه 100%. يعني هذا هم يعتبر فن صحيح؟ شلون مو فن؟ هو فن وذوق. يعني ماكو واحد يعني تجيبينه من الشارع ويشتغل هاي الشغله، يريد لها صبر زين اي والله، يريد لها شويه دقه عرفتي؟ شويه يعطي مجال يعني، يريد لها وقت، اذا ماكو هيك ما يشرد على السريع. هسه تجيبه تقول له يا عمي اعلمك وافهمك. يقعد لنا نص ساعة سيادي قال اهو لك لا بعد ما اريد. اي صحيح يعني هي الصبر اللي بيها يخلي هذه المهنة مقدسة. بس هم اكو ناس يعني ما يقدرها يقول لك هو ده سويته هو ده شل
خيوط جاي يا مو خيوط، مو خيوط، تعب تعب، يريد لها فن ودقه دقه. هسه هسه تبع شلون ايش يريد لها، هاي مو فد شغله يعني. هذا لا شلون مثل يعني شفره يعني، وجايه وهيك، وهاي مال واحد لواء لواء يقول بس هاي هاديتها اللي هي امي تزين بيها تزبيها. قلت له عم اللي جيبها انا اسوي لك اياها. بعد هسه الاقلام لازم اطلعها، هاي الاقلام اطلعها تطلع مضبوطه 100%. طبعا كان بدي انه يكون عندي وقت اكثر في دول قلبك وربي رزقك. جاه الرسول محمد ان شاء الله يوفقك بعمل. الله يخليك، واجمل دعوه هذه ليك ان شاء الله لي فوق جاه. الله يرزقك من قلبي الى ربي. اي والله ان شاء الله ان شاء الله. انا اترخص من الرسول سالمين في عيوني. انت تسلم لي. نعم طبعا مشاهدينا ننتقل ايضا لصانع العباءه او تاجر العبايه اللي احنا نسميه، لكن راح اخذ من عنده تفاصيل. حياكم والله عمو، شلون الصحه في دول قلبك؟ خلي اقعد يمك. شلون الصحه؟ الله يسلمك. خليك تمام. شنو اسم هذه العبايه؟ البغداديه لو العراقيه لو العربيه؟ لا هي العباية العربية، هذه العربية يعني تشمل العراق ودول الخليج. زين شلون اقبال الناس على هذه الفترة؟ والله هي زي عربي هذا يعني، ماكو لها فترة معينة، كل ما احد يحتاج يجي ياخذ. لا هو بها موسم يعني، موسم الصيفي موسم الشتائي. حلو يعني موسم صيفي وشتوي. شتائي عندنا. زين هذه منين تجهزوها؟ هذا عندنا بضاعة سورية وعندنا الشغل مالتنا بالنسبة. مستورد؟ عندنا مستورد. المستورد يعني سعره رخيص، أما العباية العراقية سعرها غالي. شنو السبب لأن تكون بالإيد صناعة يدوية؟ لها شغل يدوي، العباية العراقية التطريز مالتنا شغل يدوي يعني عندنا خد. خلينا نشوف والله عدة موديلات. أها هذه اللي هي صناعة يدوية. شلون جمال هذا شغل العراق يا مال. الصناعة السورية داخل كلها شغل مكاين مكاين. لا يعني الشغل المتعوب عليه مبين مثل ما نقول. من عنده موديلات يعني، مو بس موديل واحد. هذه معامل، اكو معامل خاصة لو بالبيت ممكن تشتغل. كله شغل يدوي، كله شغل يعني معمل له خاص بصناعة ال ورشة. عندنا ورشة مال عمل اي، وعمال عندنا يشتغلون بالعباية والتطريز وحسب الموديلات احنا اللي عندنا بالنسبه للعبايه. صار لكم ايش قد تشتغلون بهذا المجال؟ انا صار لي 40 سنه هنا. يعني ما شاء الله يعني من ابانا من ابانا. طبعا شكرا لك. اهلا. شكرا لوقتك. حياكم الله. حياك الله. نعم شكرا لك. نعم طبعا مشاهدينا اليوم هذه المواضيع جميله في سوق شارع النهر وكل هذه التفاصيل. تريد تحكي؟ شلون تشتغل هنا انت؟ تستحي؟ يلا. طبعا سوق شارع النهر نشوف فيه مختلف انواع الاشياء، مختلف انواع الاعمار. خلي نحكي هنا على ابو الصبح، نجي نحكي ويا ابو الصبح. السلام عليكم، شلون الصحه؟ مرحبا ابو الصبح. لا والله مو صبح. فضيات نحكي يعني شغلات بسيطه. فضيات يعني. اي نعم. شلون اقبال الناس هالفتره على هذه الاشياء؟ ماكو اي اقبال. ايش عجب؟ شيء كمالي يعني، مو مهم. مو مهم يعني، هي واحدة من المكملات اللي نسميها اكسسواريز. اكسسواري فوق الاكسسواري. شلون تشوف السوق هالفك؟ ضعيف كلش بسبب الاوضاع الراهنه اللي موجوده. اكثر شيء كورونا اثرت على الموضوع. شكرا لك. مرحبا. حياك الله. نعم طبعا مشاهدينا اليوم اخذناكم بجوله في سوق شارع النهر، وايضا هذه القيصريه بالتحديد اللي مختصه بصناعه العبي العربيه، وايضا السباح، ويعني هذه الشغلات الجميلة اللي ممكن بالسابق كانوا آبائنا وأجدادنا نشوفهم هنا منتشرين بهذه الأماكن. طبعا احنا عادة عدسة قناة زاغروس وأيضا بالتحديد برنامج الصباح تكون متواجدة بكل مكان وبكل زمان. طبعا زملائي داخل الاستوديو أتمنى لكم نهار سعيد. هذه عودة لكم لتكملة باقي فقرات مشوارنا الصباحي نسمات زاغروس. تقبلوا تحياتي، أنا رائدة فاضل وتحيات كل كادر العمل. أتمنى لكم نهار سعيد. مع السلامة.